السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا اليوم هعمل لكم اكلة، في بعض الناس يعرفوها وفي لا، فانا هعرفها للناس اللي هي مش عارفاه. اولا ده خرشوف. يعني ايه خرشوف؟ يعني هو كده ايه، نبتة فيها كده ورق كده بيطلع بيتقطف. بقولك ايه، لو ملقيتوش اخضر بالورق بتاعه جيبيه، هتلاقيه في السوبر ماركت شبه البزلة والملوخية والبامية وكل الحاجات اللي نعرفها والسبانخ، هتجيبيه كده مجفف. انا طبعا بجيبه وبنضفه وبعمله، بس انت ممكن لو ما تلاقيهوش كده انت جيبيه مجفف كده وبسلقه وبحط له شوية خل وليمون علشان يفضل لونه ابيض كده. لو جبناه اخضر ونضفتيه هيسود منك لو ما لحقتيش تحطي له النقطة دي. دي اول حاجة. يبقى انا هعمل خرشوف وهعمل بطاطس. انا طبعا ما رضيتش اوريكي المرحلة دي عشان دي مرحلة يعني بدائيات. قطعت البطاطس 2 عشان دي كانت كبيرة، احمد ابني جابها لي كبيرة بقى ايه بحسبني هقليها. فالمهم قطعتها 2 ورحت مقوراها كده بمعلقة صغيرة، طلعت القلب بتاعها. بعد كده شوحتها على الزيت، قليتها كده نص قلية صغيرة بس خالص كده اهي معايا، وحطيتها طبعا في المصفى بتاعتي تتصفى. هعمل بقى الصوص بتاعها. لا هكمل بقى. عملت كمان اللحمة المفرومة بتاعتي زي ما انت عارفة في كل فيديوهاتي بعمل اللحمة المفرومة صدمة في الطاسة بعد ما بتاخد لون من ناحيتين. بعد كده بنزل حبيبة قلبي بروح اعطلها البصل المقطع مكعبات صغير. انا مش بعمله في الكبة لما اكون بعمله مع اللحمة المفرومة مكعبات صغيرة، عشان اللي في الكبة بيطلع عصارة كده وبيبقى طري، مش بحب انا الاحساس ده. بس بزيح اللحمة المفرومة كده وبحط البصل كده تشويحة من ناحيتين وبرجع احطهم على بعض تاني. البهارات بقى هي عبارة عن ايه؟ حطيت طبعا ملح وفلفل وبهارات لحمة واتنين ورق غار او ورقة لورا، وطبعا قلت لك بقى وكركم. تمام خلاص كده من اللحمة بتاعتنا والخرشوف بتاعنا والبطاطس بتاعتنا. بعد كده هروح على الغاز بتاعي. هنعمله ايه بقى؟ هنعمله بالظبط كده كريمة، وهنجيب حليب، وكمان هنجيب زبادي، وهنجيب جبنة موتزاريلا، وهنعمل احلى صوص. سوري يا حبايبي، احلى صوص هنعملوه بالمواد دي. هيبقى صوص ابيض هتشوفيها هتعجبك جدا وان شاء الله تنول رضاكي. يلا حبيبه قلبي هعمل الصوص الابيض بتاع الخرشوف. انا هغير النهارده زي ما قلت لك، هعمل اكله دي جديده اول مره اعملها معاكي في قناتي. حطيت معلقتين زبده. تمام بعد كده تستني لحد لما تسخن شويه كده، وبعد كده بنزل عليهم بمعلقتين دقيق. زي ما احط الزبده بحط الدقيق بالظبط اهو. بس وبنزل عليهم باربع كاسات حليب اهو. انا طبعا عارفه المقدار اهو، بحطهم حبه حبه مش مره واحده علشان نخلط الخليط كده مع بعض وما يكلكعش معايا. الكاسه وقلبتها مع بعض اهي، وبنزل بالكاسه الثانيه. بعد كده هجيب بقى ايه كريمه بلدي حلوه كده، هحط عليها معلقتين اهي. بسم الله حط معلقتين حلوين كده. انا حطيت كده 3 علشان تبقى معايا قمر جدا. بعد كده هنزل كمان عليها بواحده زبادي اهو. هتدوقي بقى الصوص بتاع الخرشوف والبطاطس ده اروع من روعه. بعد كده هنزل كمان بواحده مرقه الدجاج اهي حبيبه قلبي، لازم افرمها كده شويه. بعد كده هنزل بشويه فلفل اسمر بس، بحط فلفل اسمر وملح اهو. خلاص كده هو جاهز ان احنا نسقي بيه الوصفه بتاعتنا. حبيبه قلبي خلصت الصوص. بصي بصي عامل ازاي، اوعى تعمليه تقيل ولا يكلكع منك. بصي روعه ازاي وريحته تحفه ازاي. بسم الله ما شاء الله. هتنزلي بقى طبعا ايه، هتنزلي كده بين الحاجات كده اوكي اهي اهو يا حبيبه قلبي، هيستوي جوه البشاميل الخفيف او الوايت صوص.
حطيت الوايت صوص يا بنات، وحطيت على كل خرشوفه وبطاطسايه موتزاريلا على الوش كده، وحطها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي من تحت ربع ساعه، وبعدين ارفعها فوق وافتح الشوايه والمروحه تاخد لون، واطلعها معاكي تشوفيها عامله ازاي. حبيبه قلبي ده شكله بعد ما طلع، بصوا الجمال، بصوا الروعه، بصوا الحاجه الجامده دي. جربيها طريقه وقولي لي ايه رايك، عجبتك ولا ايه، وتابعيني واعجابات كتير كتير كتير، وشكرا ليكي.